ندوزو دابا ان شاء الله لواحد التحليه شرقيه خطيره. هذه صراحه ذاقوها يعني ناس خطيره بزاف. عندنا جوج فلون فاني عاديين صغار ماشي كبار صغار. عندنا جوج معالق ديال السنيده، جوج معالق ديال كريم باتيسير، وثلاثه المعالق ديال كريم بغولي. هنا كاين سدر فهاد كريم بغولي. عندنا جوج كيسان ديال عصير ليمون، كاس ديال السنيده، نصف كاس ديال الماء، معلقه صغيره ديال الجيلاتين او لوريقه ديال الجيلاتين، و 300 غرام ديال الكنافه. وعندنا هنا 120 غرام ديال الزبده، جوج معالق ديال السكر كلاصي، و 400 غرام ديال الكريم فريش. غندوزو الطريقه في كاسرونه. غنديرو واحد جوج ساشيات ديال بلون ديال الفاني، غنزيدو عليهم جوج معالق ديال السنيده، وجوج معالق ديال الكريم باتيسيير، وثلاثه المعالق ديال الكريم بغولي، وجوج كيسان ديال عصير الليمون. هاد لا كريم بغولي تتقول لنا كيفاش هو كريم بحال كريم باتيسيير، وهو كريم رائع. لا ماشي تعاودو، كيتباع واجد. كيتباع صالة بحال كريم سميتو باتيسيير، هو كريم بغولي نكهة الليمون والحامض. واخا إذا تتفقي الصورة ديالو إن شاء الله باش نزل المستمعات حتى باش ما يبقوش عليهم. واخا أنا خديته غير بالعبار، يعني خديته غير بالعبار. مزيان أنا ما إن شاء الله صافي غادي نشوف فيك غنسكن فيك إن شاء الله. في كاسرونة قلنا غنديرو هاد المكونات على نار مهيلة، نخليهم حتى يبداو يعقادو. خارج النار نطفيو، نزيدو ديك المعلقة ديال الجيلاتين أولا الوريقة تكون مفزقة في الماء، ونحركوهم مزيان ونخليهم يبردو في الثلاجة. ندوزو ناخدو كاسرونة أخرى، غنديرو فيها كاس ديال السنيدة ونص كاس ديال الماء. أييه غنديرو سيرو بيض، سيرو بيض باش غادي ندهنو الكناب. في كاسرونة أخرى غادي ناخدو 120 غرام ديال الزبدة، غنديرو نوازيت. ملي غادي نديرو نوازيت غتبرد، غندهنو بها الكنافة وندخلوها الفران تحمر لينا واحد شويه ونخرجوها. ملي غادي نخرجو الكنافه من الفران غنجمعو هذا السيرو الابيض اللي درنا، وجوج معالق ديال السكر كلاصي. يعني مفهوم؟ اييه مفهوم. اييه هو الا سمحتي بالنسبه لهاد التحليه بحال سمعتك قلتي لي ممكن نعوضو الكريم باتيسي اللي ما غيلقاش الكريم بغولي ممكن، ولكن كاينه نكهه في هذاك الكريم يعني خطيره، ماشي بحالها وانما الا ما لقيتوش عوضها بالكريم باتيسيير. يعني عوض ما دير ثلاثه دير خمسه من ديبار، غير هي هذيك النكهه ديال سميتو ديال الكريم بغولي تتبني ممتاز. واخا خطيره خطيره. قلنا ملي غادي ندخلوها الفران كنخرجوها غندهنوها بالسيرو اللي طيبنا يكون عاقد، وجوج معالق سكر كلاصي غنحطوها على جانب، والكريمه ديالنا الاولى راها في الثلاجه كتبرد. من بعد غادي نطلعوا 400 غرام ديال الكريم فريش وغادي نحطوها على جنب. غنعاودو نجبدو هذيك الكريمه اللي درنا في الثلاجه تبرد، غنطلعوها بالباطور مزيان، وغنطلعوا لا كريم 400 غرام، نخلطوا المكونات بجوج، وغادي نجبدو كؤوس ديالنا. غادي ناخذوا معلقه وغادي نديروا فيهم كلهم الكنافه في القاع، ناخذوا واحد البوش غادي نعمروا به لا كريم اللي خلطنا، لا كريم شونتي ولا كريم الاولى اللي طيبنا، وغادي نديرو بوش وغادي نعمرو كيسان. عاودو نديرو ثاني نصف ثاني من الكنافه ونعاودو نديرو لا كريم. والتزيين غادي نخليو شويه الكنافه نزينو بها من الفوق شويه رقائق اللوز افيلي او لا كونكاسي اللي عندكم في التزيين. اييه واخا خطير، هذيك كتدخل الثلاجه كتبرد في البلاصه هذه صراحه بزاف بزاف. يعطيك الصحه تبارك الله عليك الشيف ناديه. الله يبارك فيك. غادي ندوزو دابا العصير ديال البنجر. اييه عصير البنجر حتى هو من والله العظيم الى هذا العصير انا ما نكرهش يجربوه حتى من هذه اللحظه. هذا شي حاجه خطيره، كنا كنعرفوا الباربه والمواد ديالها اللي فيها والفائده اللي فيها، وما كنستعملوهاش بزاف، وحتى الوليدات صراحه صحيه الوليدات بزاف ما كنستعملوهاش، ضروري ركزوا عليها الباربه راه تبارك الله. الباربه والكركدي يعني ممتاز الفقر والكركدي زاد عطاها نكهه خطيره بالنسبه لانه كي تجي كتجيهم السخفه واللي هذا راه مزيان مزيان هذا العصير. عندنا 600 غرام ديال الباربه مسلوقه ومقشره يعني ومقطعه طرونشيات، وعندنا 40 غرام ديال الكركدي كركدي. عندنا 100 غرام ديال اللوز سواء كونكاسي ولا ايفيلي يكون محمر.
عندنا الماء بارد وعندنا السنيده يعني كتبقى حسب الذوق كل واحد والذوق ديالو. اولا غناخذوا هاد الكركع هادي غادي نغسلوه بالماء بارد عادي نحيدو منه دوك التراب راه كيكون معاه ممكن مشوه نغسلوه وغادي ناخذوا جوج كيسان ديال العنبه جوج كيسان ونص غادي نفزقوهم فيه ونخليهم واحد ساعتين ولا ثلاثه حتى يطلق لينا مزيان كيولي الماء ديالو بحال ديال بارد احمر هو راه المذاق ديالو زوين حتى هو راه صحي وزوين غادي نخليوه يبرد من بعد غناخذوا الباربه ديالنا غنضيفوا ليه هذوك الكؤوس ديال الماء فقط ماشي الكاغي الماء ناخذوا الماء نصفيه وناخذوا الماء وغادي ناخذوا لوز ايفيلي او كونكاسي محمر وغنضيفوا شويه ديال الماء بارد والسنيده كتبقى حسب الذوق وكنطحنوه والله ما تسخين ما تسخيش من هذا العصير يعني مخلط غير بالماء لا ليمون لا حليب وتبارك الله كيجي تقول ما فيش ما فيش الماء ديال الكركدي والبنجر يعني الباربه وشويه الماء بارد والجوز الجوز يكون محمر هادو كيف قلتي يعني نتمنى انه السيدات اللي عندها الكركدي في الدار خاصه في المناطق الجنوبيه اللي كيسميو البيكار يعني كيتشدوا سولوني البنات منين نزلت سولوني البنات واخا القناه ديالي باقي ما عرفونيش الناس بزاف حيت يلاه شهرين هادي باش حليتها سولوني الناس بزاف على الكركدي كاين الناس بزاف ما كيعرفوش اصلا صراحه راه صحي بزاف صحي بزاف يعني اكلان والسيدات في الغالب يعني كيديروا في المواد الجميليه صباغه الشعر باللون الاحمر فعلا صباغه الشعر ولكن في المناطق الجنوبيه تبارك الله كيستعملوا الناس اللي عندهم المعده للناس اللي كيشربوا من المعده حتى هو راه كيشربوه صحي وزوين ويستافدوا من يعني على جوج حوايج بالنسبه للبنطلون وبالنسبه للثمن ديالو متناول الجميع ان شاء الله.